Enggak. Cantik. نواصل الدرس. طبعا من يريد القراءة؟ نريد شخصان، يعني نريد شخصين يقرأان حتى يكونوا بالتبادل. من يريد أن يقرأ؟ أنا شيخ. أنت ومن؟ نعم، مع أخي سلة. نعم، يعني ابحث عن صديق. ما وجدته؟ ستية، يمكن ستية. عندك ستية؟ طيب، ما لكم كتاب أو بحاجة إلى عرضها مرة أخرى؟ عندي كاسيت يا بحاجة إلى العرض؟ نعم، سأقوم بعرض. الحمد لله، الكتاب موجود يا شيخ. موجود عندك؟ نعم. طيب، نريد أن نسمع أولا، لأن خلاص عرضنا قبل ذلك يعني. تفضل. وبصوت مرتفع، بصوت مرتفع. نعم، ابدأ. تفضل. أديت يا ماما. نعم. هذا الكتاب موجود. العبادة. الكتاب موجود، تفضل. العبادة. خرج صديقان أحمد وعلي من المسجد بعد أن أديا صلاة الجمعة. دعا أحمد عليا لتناول طعام الغداء معه. لبي علي الدعوة وفي المنزل قبل تناول طعام الغداء تحدث عن خطبة الجمعة. علي: لقد كانت خطبة اليوم مفيدة، اشتملت على لا، كانت اليوم مفيدة. مفيدة. لقد كانت خطبة اليوم مفيدة، اشتملت على جوانب كثيرة يحتاج مستمع. لا، أنا كنت أبحث عن طالب، عن واحد آخر. يحتاج المستمع إلى أن يذكر بها. ماذا المستمع؟ مجتمع. يحتاج المستمع إلى يحتاج المستمع إلى أن يذكر بها. يذكر. أن يذكر بها من حين لآخر. نعم. أحمد: حقا، لقد صرفت مشاغل الحياة وملذاتها الناس عن تعاليم الدين الصحيحة التي جاءت بها الرسالة المحمدية
المحمدية. هل ممكن تقرأ هكذا؟ التي جاءت بها الرسالة المحمدية، يعني لا تقطع. تفضل. فصار الكثير منهم. ليس مثل كذا. فصار الكثير، لا، فصار الكثير منهم يلهث وراء الدنيا فنية وراء الدنيا الفانية. يلهث وراء الدنيا فانية ناسيا الآخرة الباقية. علي من؟ إن الكل ما ذكر. علي طالب آخر، يعني أنت بالتبادل مع أخيك، مثلا علي أنت وأحمد طالب آخر. يوجد؟ لا تقرأ وحدك يعني. من الرجال يقرأ معه؟ مع من أنت عديتيا؟ نعم. مع من يعني يختار الطالب؟ محمد مولانا ممكن؟ نعم أستاذ. نعم اقرأ مع أديتيا. طيب الآن أنت أحمد، أنت أحمد وأديتيا علي، تفضل. أديتيا أولا، يلا علي. إن كل ما ذكره الخطيب اليوم هو ما نادى به الإسلام، وإن الفرائض ما فرضت. لا لا لا, لا 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 أنا قلت خطأ هنا. وإن الفرائض، وإن الفرائض ما فرضت إلا لتقوية الصلة بالله ولتقوية أواصر الأخوة أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين. تفضل يا مولانا. نعم سيد. يلا اقرأ. لقد احتمى الإسلام بالحياة الاجتماعية، فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أوردها الخطيب تدعو إلى المساواة إلى المساواة والمحبة والوئام، يعني قليلاً المهم صحيح. تفضل. إلى المساواة والمحبة والوئام، لأن الإسلام دين المحبة ودين مجتمع الفضيلة. يلا عدتي. نعم. ولكن ما قولك في الذي لا يكرم ضيفا ولا يزور مريضا ولا يرحم مسكينا ولا يطعم جائعا ولا يكسو عاريا ولا يغيث ملهوفا؟ وكيف نكون مسلمين إن لم يوقر صغيرنا كبيرنا؟ لا لا لا، إن لم يوقر. عفوا. إن لم يوقر صغيرنا كبيرنا ويرحم كبيرنا صغيرنا ويساعد غنينا فقيرنا ويعلم عالمنا جاهلنا ويهدي بعضنا بعضا. بعض الناس.
هيا نتناول طعامنا ونكمل الحديث بعد ذلك. ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب نريد طالبتين، طالبتين. ذكية ونور أيدا يا شيخ. طيب تفضل. ذكية نعم. خرج نعم. تفضل أستاذة. تفضلي. مباشرة يا شيخ. نعم مباشرة. لا ممكن أنا أقرأ. خرج الصديقان أحمد وعلي من المسجد بعد أن أديا صلاة الجمعة، ودعا أحمد علي لتناول طعام الغداء معه. لبى علي الدعوة، وفي المنزل قبل تناول طعام الغداء تحدث عن خطبة الجمعة. تفضل. تفضل. علي، لقد كانت خطبات اليوم مفيدة، اشتملت علي جوانب كثيرة يحتاج المجتمع. اشتملت على جوانب كثيرة يحتاج المجتمع إلى أن يذكر بها من حين المجتمع. المجتمع إلى أن يذكر بها أن يذكر يذكر آخر. أن يذكر أن يذكر بها من حين آخر. حقا لقد صرفت مشاغل الحياة وملذاتها الناس عن تعاليم الدين الصحيحة التي جاءت بها الرسالة المحمدية. فصار الكثير منهم يلهث وراء الدنيا الفانية ناسيا الآخرة الباقية. إن كل ما ذكره خطيب اليوم هو ما نادى به الإسلام، وإن الفرائض ما فرضت إلا. لماذا أنا خلاص أنا أجلت هذا؟ وإن الفرائض ليس فرائض، هذا خطأ. تفضل. وإن الفرائض ما فرضت إلا لتقوية الصلاة بالله ولتقوية أواصر القوات والمحبة بين المسلمين. قال أحمد: لقد اهتم الإسلام بالحياة الاجتماعية، فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أوردها الخطيب تدعو إلى المساواة والمحبة والوئام، لأن الإسلام دين المحبة ودين مجتمع الفضيلة. ولكن ما قولك في الذي لا يكرم ضيفا ولا يزور مريضا ولا يرحم مسكينا ولا يطعم جائعا ولا يكسو عاريا ولا يغيث ملهوفا؟ قال أحمد: وكيف نكون مسلمين إن لم يوقر صغيرنا كبيرنا ويرحم كبيرنا صغيرنا ويساعد غنينا فقيرنا ويعلم عالمنا جاهلنا ويهدي بعضنا بعضا؟ بعض الناس. هيا نتناول طعامنا ونكمل الحديث بعد ذلك. ما
ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب الآن نقوم ب على إسراء المفردات. أو نعم، العبادة جمع طبعا، ولا مفردها عبادة، هذا معروف، ها عبادة. طيب طيب والعبادة من يعرف ما هو، ما هي العبادة؟ من يعرف؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما شاء الله، على تعريف ماذا؟ تعريف العبادة وفق ماذا؟ وفق الشريعة؟ نعم نعم، على وفق الشريعة نعم. وعبادة الله يعني أداء فرائض، أداء فرائض فرضها الله على عباده، أي إقامة الشرائع. وعبادة الشخص يعني التعلق بشخص وتأليه وتأليه، نعم هذه عبادة. نعم. طيب، خرج الصديقان هذا معروف، أحمد وعلي من المسجد. طيب المسجد طبعا هذا اسم أي اسم هذا؟ المسجد اسم مكة، هل يمكن أن يكون اسم زمان كذلك؟ نعم، مسجد يعني آلة سجود، آلة سجود، هذا يتعلق بصرف. بعد أن عد يعدي، ما مرادف عد يعدي؟ قام يعني بعد أن قام صلاة أو أقام صلاة الجمعة. إذا عد أقام، أنت أقام أو فعل. جاء أحمد عليا لتناول طعام الغداء معه، على طعام الغداء معروف، الغداء ما هو الغداء؟ من يعرف متى يطعم الغداء؟ النهار. إذا طعام الغداء هذا النهار، وفعله ماذا؟ الغداء، ما فعل الغداء؟ فعل. إذا عرفنا أنه غير إلى فعل، ماذا حدث؟ تغدى يتقدم. نعم، تغدى يتغدى، نعم. فلتناول طعام الغداء، والغداء ممكن نقول أتغدى، نتغدى وكذا. لبى علي الدعوة، ما مرادف لبى؟ من يعرف؟ لبيك اللهم لبيك، لا ما معنى لبى؟ من يعرف؟ الإجابة. لا لا لا، ما الفعل، فعل لبى يعني ماذا؟ مرادف فعل لبى علي دعوة، لبيك اللهم لبيك، ماذا؟ أجاب. نعم، أجاب أو استجاب. نعم، استجاب علي الدعوة. نعم، أجاب من أجاب الدعوة ممكن. نعم، إذا لبى استجاب. فهذه يعني إثراء المفردات مهم جدا، وفي الامتحانات كذلك مهم جدا. طيب، وفي المنزل الدعوة طبعا ماذا نسمي الدعوة؟ لب الدعوة، دعوة يعني رسالة دعوية أو رسالة دعوة أو نداء، نداء. وفي المنزل قبل تناول طعام الغداء تحدث عن خطبة الجمعة. طيب تحدث، أين فاعله؟ أنا أعرف أين فاعله؟
حدث تحدث على على اثنين فاعله ضمير مستتر تقدروه وما تحدث علف على علف عن خطبة الجمعة. طيب خطبة ما مراد الخطبة؟ مراد الخطبة من يعرف؟ محاضرة. نعم محاضرة مع العلم. محدث الموعد الموعد وتحدث الجمعة ماذا الخطبة الخطبة الخطابة الخطابة كذلك الخطابة وممكن نقول خطبة الكتاب. ماذا ما المقصود بخطبة الكتاب؟ لكن هذا كلمة يعني غير معينة لكن ممكن نقول مقدمة مقدمة خطبة الكتاب يعني مقدمة. طيب بعد ذلك فقد كانت خطبة اليوم مفيدة مفيدة على يعني خبر كان خبر كان يعني خطبة اليوم مفيدة خطأ مفيدة خطأ صحيح كانت خطبة اليوم مفيدة مع ما مراد مفيدة نافعة نافعة ليس منفعة نافعة نافعة ومفيدة كل نافعة. من هذا يأتي متأخرا؟ فوزان فوزان ماذا تأتي متأخرا يا فوزان؟ طيب مفيدة يعني نعم نافعة لقد كانت خطبة اليوم نافعة جدا اشتملت على جوانب. لماذا جوانب ليس على جوانب؟ على ممنوع الصرف بعد جموع تكسير يعني ممنوع الصرف على جوانب كثيرة لا تقل على جوانب كثيرة لا على جوانب كثيرة. طيب اشتملت ما مراد اشتملت؟ احتوت نعم هذا احتوت احتوت خطبة اليوم مفيدة احتوت على جوانب نعم أو تضمنت 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 جوانب كثيرة بدون على تضمنت. طيب يحتاج المستمع إلى أن يذكر لماذا يذكر هذا فعل هذا مبني ماذا مبني على ماذا مبني للمجهول يعني يذكر معلوم في المعلم عادي يذكر يذكر ينبه لكن هنا يذكر مبني للمجهول مثل يقرأ 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 من حين لآخر. طيب حقا لقد صرفت مشاغل الحياة مشاغل ماذا شغل شغل مشاغل مشغل مشغل مشاغل على الجمع يعني أفعال شغل شغل يعني شغل وأعمال وملذاتها ملذاتها يعني أشياء طبعا يعني تجعل لذيذا تجعل لذيذا من ملذات يعني ملذات الحياة من لذيذ الناس عن تعاليم الدين الصحيح. هذا هنا معنى صرفات ما معنى صرفات من يعني معنى صرفات صرف يصرف صرف يصرف يجعله يعني أبعد لقد أبعدت مشاغل الحياة وملذاتها يعني عن تعليم الدين الصحيح
أصبحت الناس يعني ماذا مشغولون جدا، يعني لا يرون الحياة إلا للبحث يعني الحياة وملذاتها، وينسون تعاليم الدين الصحيح التي جاءت بها الرسالة المحمدية. محمدية هذا خلاص بدون يعني على محمد نسبة إلى محمد، فصار الكثير منهم يلهث وراء الدنيا الفانية. طيب يلهث ما معنى يلهث؟ من يعرف؟ يلهث من يعرف معنى يلهث؟ مثل الكلب، الكلب يلحث دائما. أخرج اللسان. نعم، لكن معنى هذا يلحث يعني كأنه يريد أن يشرب، يعني كأنه يريد أن يشرب ولم يكن، لكن يلحث دائما. أعياه يعطش، يعطش يشكو عطسه، هذا يلحث، هو يشكو عطسه. نعم، فلهث الكلب يلحث، أخرج لسانه من التنفس عطشا أو تعبا. نعم، يتعب الإنسان من أجل الدنيا، يتعب وراء الدنيا الفانية ناسيا الآخرة، لكنه لا بد أن يستمر هذا، يستمر لأنه يعني يريد الدنيا ولم يقتنع بما أعطاه الله من الرزق من كذا، يريد كثير كثير جدا حتى يعيا يعني يضعف، حتى يضعف. طيب بعد ذلك الفانية، ماذا الفانية؟ الخالدة ناسيا آخرة. إن كل ما ذكره الخطيب اليوم هو معنى جديد الإسلام، وإن الفرائض ما فرض إلا لتقوية الصلة بالله، لتقوية الصلة بالله ولتقوية عواصر الأخوة، يعني عواصر يعني علاقات الأخوة، على عواصر علاقات الأخوة والمحبة بين المسلمين. فقد اهتم الإسلام بالحياة الاجتماعية، فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أوردها ما معنى أوردها؟ التي ذكرها الخطيب تدعو إلى المساواة والمحبة والوئام. والوئام كذلك، الوئام ما معنى الوئام؟ من يعرف منكم؟ من يعرف؟ الاتحاد والوحدة، نعم هذا نسميه الوئام. موافقة معذرة، نعم لو سمحت تكرر يعني الوئام يا شيخ. الوئام يعني مصدر وعما وهنا بمعنى صداقة، كذلك بمعنى الصداقة. تعرف صداقة؟ معنى صداقة؟ نعم علاقة، يعني لتقوية علاقات الأخوة والمحبة.
المحبة والوئام، والوئام الصداقة فرسابتا. نعم، والمساواة معروفة، كل واحد مساواة، لا يوجد الإنسان سواسية كأسنان المشت، لأن الإسلام دين المحبة ودين المجتمع الفاضلة. طيب علي، ولكن ما قولك في الذي لا يكرم ضيفان ولا يزور مريضا ولا يرحم مسكين ولا يطعم جائعا، جائع أكس سابعا، ولا يكسو عاريا، العاري يعني ولا يكسو يعني ولا يلبس، ولا يلبس يعني ولا نعم عاريا، ما من عاريا الذي ليس له لباس، ليس ولا يغيث ملغوفا، ولا يساعد يعني محتاج، ولا يساعد محتاج، يغيث ملغوفا. وكيف نكون مسلمين؟ وكيف نكون مسلمين؟ إذن هنا لا بعد نكون، نكون كان أين اسمه؟ اسمه ضمير مستتر تقديره نحن، نحن هذا اسم، وبعد ذلك مسلمين خبر، نكون مسلمين، لا نجلس أن نقول كيف نكون مسلمون، لا نكون مسلمين. وكيف نكون مسلمات؟ إن لم يوقر صغيرنا كبيرنا. يوقر ما معنى يوقر؟ يعظم، يعظم، يبجل، يبجل، يحترم، ويرحم كبيرنا، كبيرنا صغيرنا، يرحم يعني يرحم، يلطف، 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 ويساعد غنينا فقيرنا، ويعلم عالمنا جاهلنا، ويهدي بعضنا بعضا. نعم علي، بعض الناس، نعم بعض الناس، طبعا ليس كل الناس، ليس كل الناس. طيب هيا نتناول، بعد هيا دائما يعني من يعني هذا جواب، جواب، جواب يكون مسكونا يعني مجزوما. هيا نتناول طعامنا، لا نقول هيا نتناول غدا، هذا خطا، هذا لا يكون الجواب، جواب ليه؟ جواب نهاية لهيا. ونكمل الحديث، ولا يجوز نقول ونكمل الحديث، لا، ونكمل الحديث بعد ذلك. طيب انتهينا من هذه يعني تقريبا على المفردات، والهدف منه ان شاء الله، والوقت بقي، نعم الوقت انتهى، انتهى الوقت، 4 دقائق تقريبا، لا بأس. طيب التدريب الأول مجرد التدريب، مجرد نقرأ فقط، لكن إجابة ليس الآن. من أين خرج الصديقان؟ متى خرج؟ أيهما دعا الآخر؟ فيما تحدث قبل تناول الغداء؟ هل كانت خطبة الجمعة مفيدة؟ لماذا؟ ما الذي اشتملت عليه الخطبة؟ ما الذي جعل كثيرا من الناس يبحثون بما اهتم الإسلام؟ إن إلى أي شيء تدعو الآيات والأحاديث التي وردت في الخطبة؟ ما واجب الغني نحو الفقير؟ نعم، لكن يهمنا على فهمه، فهمه نحن خلاص قرأنا، قرأنا وهكذا، ونأتي بمفردات ذلك. لكن ممكن أي واحد منكم يريد أن يعني يتعمق بهذا ويجيب على هذه، ممكن. طيب بعد ذلك التدريب الثاني، النموذج خطبة يوم مفيدة، لقد كانت خطبة اليوم مفيدة، مع أشعار فاكهة غالية. نعم لقد كانت ماذا؟ أشعار الفواكه غالية،
هذه المقصود بهذا يعني نحن نكثر في ماذا في الأساليب في الأساليب كما قرأنا في بداية الدرس الأساليب هذه نكثر لقد كانت لأن الوقت ضيق وإن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله لكن عموما مثل هذا لقد كانت تلاوة القارئ جيدة لقد كان يعني عواصر الصداقة قوية عواصر الصداقة قوية لقد كان نور الميدان واضحا لقد كانت خطبة الإمام شاملة لقد كان وسيلة الاتصال سهلة والأساليب كذلك نجد مثل هذا إكرام الضيف زيارة ولكن ما رأيك في من لا يكرم الضيف ولا يزور صادقا هذا يكون الواجب نبدأ بهذا التدريب الثالث يكون واجبا وأيضا إثراء المفردات الجديدة كتابة المفردات الجديدة التي يعني قلنا في الدرس طيب ما رأيكم لو نكتب ماذا ننشئ مجموعة في واتساب حتى يعني أرسل أشياء وكذا فالرئيس يكون مجموعة في الواتساب حتى نتبادل يعني الدرس والمنافذ ونختتم بهذا الدرس بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك